ما تنسوا تشربوا كميات كافية من المي قبل التمرين، خلال التمرين، وبعد التمرين لصحة أحسن. خمس دقايق بس رح نعمل تمارين لشد عضلات الإيدين. أهم إشي بتمارين شد عضلات الإيدين لازم نضلنا إيدينا مرفوعين، الكتاف مشدودين. رح نعمل أكثر من تمرين. أول تمرين رح نحط إيدينا هيك، رح نبلش بإيد اليمين، رح نبلش نعمل زي هيك، بتدخلي إيدك وبتطلعيها جوا برا، تمام؟ هلا بس تتمكني منها رح نعملها أسرع. نعملها بشكل أسرع، نعملها هيك بشكل سريع. هذا التمرين مش متعب، سهل، تقدروا تعملوه بشكل سريع. التمرين رح يكون رح نفتح ايدينا هيك، نحط in out in out in out، بعدين نعملها بشكل سريع. ايديكم يكونوا من جوا مسكرين، من برا مفتوحين، نرجع نعملها بشكل سريع. Thank you.
جزء من حياتكم الصحية مع اتباع نظام غذائي صحي. لتحصلوا على حميتكم المناسبة ما تنسوا تزوروا موقعنا الإلكتروني www.rubadiet.com.